مفهوم المؤامرة. إذن مفهوم المؤامرة هل يدخل في هذه القضية، قضية ميسان تحديدا؟ إذا كانت إجابتك نعم، أود أن تحدثنا مفهوم المؤامرة، من ضد من؟ والله أنا لا أميل إلى تفسير الأحداث السياسية وفق نظرية المؤامرة. يعني هو ما هو أكثر من هذه المؤامرة، أن يتصارع أبناء البلد الواحد والمدينة الواحدة والقومية الواحدة والمذهب الواحد، كل يعني المشتركات هذه الموجودة، أبناء ثقافة واحدة، مجتمع واحد، أن يتصارعوا ويتقاتلوا بالسلاح فيما بينهم. هذه هي المؤامرة بعينها، يعني ماذا ننتظر أكثر من هذا؟ يعني هذه لا يمكن أنه تفسير هكذا أحداث على أن هنالك أيادي أجنبية أو أن هناك قوة خارجية. نعم هنالك قوة بلا شك خارجية لا تريد العراق الخير، لا تريد العراق أن ينهض، أن يكون دولة قوية ومحورية في المنطقة، توجد هكذا خطط، لكن من يمهد المؤامرة؟ من يساعد الآخرين على التدخل في شؤون العراق؟ هذه قضايانا، هذه يجب أن نبحثها نحن. يعني هذه مهمة أبناء البلد، مهمة القوى السياسية، مهمة الأحزاب، لا ينبغي أن نستند دائما. أعتقد نظرية المؤامرة هي يعني مريحة، تريح الجميع من تحمل المسؤولية، يلقي كل ما يجري على أنه على عاتق قوة خارجية، أنه تريد الكيد العراق وتريد إثارة صراعات داخلية وصراع شيعي شيعي إلى آخره. هذه خطابات حقيقة تساهم في تزييف الوعي، لا تقدم الحقيقة كاملة للجمهور، وهي بشكل أو بآخر هذه الأحزاب القوة السياسية تريد أن تبرر ساحتها، فترمي بالكرة كرة النار على ملعب الآخرين، بينما هي الكرة في ميدانها، وينبغي هي من يجب أن يضع الحلول ومن يحصن الداخل لكي يكون حصين أمام أي مؤامرة خارجية. لا يمكن أن تنجح أي مؤامرة خارجية إذا كان هنالك وضع داخلي متماسك، وإذا كان هنالك تلاحم بين المجتمع والدولة.